اخبار اليوم. ديت حضرتك احدث سياره نزلت في مصر للتعامل مع المفرقعات. السياره دي عباره عن مكان بيحتفظ بالمعدات، ممكن يشيل معدات التعامل سواء روبوت او مجموعه بقى الاحبال او بدل او مدافع الكلام ده كله. طبعا متواجد هنا بحوض. يا احمد افتح الباب اللي ورا عشان تدي اضاءه. طبعا لان طبعا التعامل مع المفرقعات المفروض اي انسان بيتعامل مع المفرقعات امام المفرقعه يغسل ايده بعد كده عشان بصمه الايد دي، ممكن اي كلب او اي حاجه بتحصل في المفرقعات ممكن ايه يتعرف عليه. طبعا في هنا الثلاجه، لتحويل وفي محول في العربيه بقدر اخد منه كل الايه الكهرباء اللي انا عايزها. كان ضيق المكان بتاع بلبس البدله دي، بدله واخد مش الخضار حوالي وزنها حوالي 35 او 40 كيلو. اسمع الحلويات، ما فيش عندي معادن، عشان ما زي ما قررت فين.